بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Welcome brothers and sisters to our weekly program, weekly قراءات. الحمد لله، we are in الهداية مسجد Islamic Center. We're doing every Friday 7:30 to listen Quran, كلام الله عز وجل. الحمد لله، may Allah give us tawfiq to continue this every week. Today we have الحمد لله Sheikh Anas Al-Madiri from Medina Al-Munawwara. He's teacher in the Medina Al-Munawwara. And after this we have Muhammad Iqbal, one of the students, Al-Hidayah students. Then inshallah we go to Sheikh Ahmed Barako. He's from Jeddah. He got ijaza in Qiraat al-Ashr, alhamdulillah. We start inshallah with Sheikh Anas. Sheikh Anas, assalamu alaikum. Can you turn on your camera, please? Taftah al-mic, Sheikh Anas, barakallahu feek. Al-camera, come on. Sheikh. Yeah, assalamu alaikum, Sheikh Anas. إياك الله وإياك، حياك الله شيخ أبو سامو، كيف حالك؟ طيبين؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامة والله يا شيخ. آخر مرة وأنت عريس والآن الله يسلمكم، بارك الله فيك. أبو ولا كيف؟ عندك يوسف؟ أبو ماريا. أبو ماريا، ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك، أصلى الله يبتعني بات الحسنة. آمين آمين يا رب. بارك الله فيك. تعرفنا بنفسك يا شيخ أنس، ممكن يعني إذا في إمكانية. والله الاسم ظاهر، أنس محمد أبو يوسف أخوكم، خريج الجامعة الإسلامية كلية الشريعة، وحالياً معلم في المسجد النبوي الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ أنس، he's أنس محمد، he's degree from the المدينة University. Now he's teacher in the المسجد النبوي، he's Quran teacher in the مسجد النبوي، ما شاء الله تبارك الله. So we request him, please start. You can start, Sheikh Anas. Bismillah. كم دقيقة عندي؟ عندك إلى 10 دقائق، من 7 إلى 10 دقائق. طيب. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ذي القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما عنه فانتهوا شديد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن نخرجن معكم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما شاء الله تبارك الله طيب الله أنفاسك يا شيخ أنس كتب الله أجرك وزادك الله رفعة في الدنيا والآخرة ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير يا شيخ أنس على المشاركة وعلى يعني حضورك هنا ما شاء الله شرفتنا يا شيخ أنس كتب الله أجرك الله يبارك فيك لنا الشرف الله يحفظك الله يحفظك معنا دائما أكرمك الله خيرا أكرمك الله أكرم نستأذنك we are going to now our مدرسة students one of the students مدرسة الهداية محمد إقبال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جزاك الله خير محمد إقبال. ما شاء الله, your recitation is very nice. May Allah bless you and may Allah give you توفيق to memorize all Quran inshallah and be imam inshallah in big masjid inshallah in this country. جزاك الله خير. شيخ أحمد تسمعني؟ أيوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله, يا هلا يا مرحبا, نورتنا الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إن شاء الله بخير. أكرمك الله. أكرمك الله. بارك الله فيك. ممكن تعرفنا بنفسك أكثر يا شيخ أحمد, الله يفتح عليك. طيب, معاكم أخوكم في الله أحمد بركة ومحمد عمر من خريجي معهد الإمام الشاطبي, دبلوم القراءات ودبلوم إعداد المعلمين. طبعا إعداد المعلمين مع الشيخ زيد, يعني بارك الله تعالى فيه. أكرمك الله, لا تفضحنا بس. تفضل. وأيضا يعني حاليا أنا أعمل في جمعية خيركم في قسم الاختبارات, وأيضا في المقرة الإلكترونية لدى الجمعية خيركم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ أحمد بركو his ما شاء الله تبارك الله, he got ijazah in 10th qiraat and he's now the one of the examiner in Jeddah. He do examiner for all students in Jeddah Quran, and we request Sheikh Ahmed to show us how can we read the other qiraat. Like example, we heard about the qiraat, but maybe we don't know how they read. So inshallah, Sheikh Ahmed, he'll be choose one of the surah or one of a few ayat, and he will be read different with different qiraat inshallah with Allah Azza wa Jal. So we leave the mic with him. Sheikh Ahmed, تفضل inshallah, تختار لنا ما تريد inshallah with Allah Azza wa Jal. طيب, أنا هقول لكم سورة بقراءة واحدة كاملة, ثم أخذ سورة أخرى أجمعها بالقراءات inshallah. طيب, بارك الله فيك. طيب, القراءة الأولى حاخذ سورة النجم إن شاء الله برواية خلف عن حمزة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوي, ما ضل صاحبكم وما غوي, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. علمه شديد القوى, ذو مرة فاستوى, وهو بالأفق الأعلى, ثم دنا فتدلى, فكان قاب قوسين أو أدنى, فأوحي إلى عبده ما أوحي. ما كذب الفؤاد ما رأى, أفتمرونه على ما يرى, ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى, عندها جنة المأوى, إذ يغشى السدرة ما يغشى, ما
ما زيغ البصر وما طغيه لقد رئي من آيات ربه الكبري أفرأيتم اللات والعزي ومنات الثالثة الأخري ألكم الذكر وله الأنثي تلك إذا قسمة ضيزي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة ولوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير إثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولي
وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يمكن أخذ سورة كمان أجمل القراءات اللي قلت لي كيف؟ طيب أخذ لكم سورة إن شاء الله الإخلاص وأجمع فيها جميع القراءات إن شاء الله. ما شاء الله تبارك. سورة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله واحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 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 صدق الله العظيم. بارك الله فيك بارك الله فيك كتب الله وجهك جزاك الله خير شيخ أحمد صلى الله يبارك فيك شكرا لك مشاركتك معنا. آمين بارك الله فيك وسلمنا يعني مشاركتك. الله يحفظك الله يحفظك ويسعدك إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله في جدة بإذن الله تعالى. أكرمك الله أكرمك الله الله يحفظك. نستأذنك يا شيخ أحمد. Let me go to the Sheikh Anas because today is Friday and Friday the one of the time the last time is the Allah accept the dua inshallah. So we finish our majlis with the dua. I request Sheikh Anas to do dua. Sheikh Anas, السلام عليكم. سلام ورحمة الله حياك الله شيخ زيد. المشايخ موجودين أفضل مني يعني. الله يحفظك يبارك فيك أكرمك الله جزاك الله خير. لكن إن شاء الله تختم لنا بإذن الله بالدعاء. الله يبارك فيك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا
وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وحصل مرادنا، وتمم مقاصدنا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأدخلنا اللهم الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزول الشهداء، ومرافقة الأنبياء، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأهلينا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين، منيبين، مخبتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته على سرر متقابلين كما جمعنا في هذه الليلة الطيبة، ونسأل الله يوفقنا وإياكم وعلى الخير نمضي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.